السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن ال 3 experiments اللي موجودين في ال excretion implant في آخر شابتر 4 تانية ثانوي. ال experiment الأولانية بتتكلم عن إن عايزين نثبت إن في transpiration بيحصل في البلانت من ال leaves بتاعة البلانت. يعني إيه أصلا كلمة transpiration؟ transpiration يعني إن البلانت بي lose water in the form of water vapor، إن هو يخرج في شكل جاز. عايزين نثبت اصلا ان البلانت بيعرف يعمل كده. ببساطه هنبتدي بان احنا نجيب قصريه زرع، بوتت ليفي بلانت، بلانت محطوط في بوت، و بنكفر السيرفيس اوف ذا سويل اللي في الليف بلانت ببارافين واكس، ده نوع من انواع الشمع. والهدف من ده عشان خاطر احنا عايزين نتاكد ان في ووتر فيبر خارج من الليفز، مش عايزين يكون في شويه ووتر فيبر موجودين في السويل ويتبخروا فيدينا فولس ريزلتس. عشان كده بنخبي او بندهن، بنحط طبقه من البارافين واكس على السيرفيس اوف ذا بوت، بحيث ان احنا لو في ووتر فيبر خرج يبقى خرج من الليفز بس. وبنحط البوتد بلانت ده على جلاس شيت، وكمان بنحطه اندر دراي، ومهم قوي يكون دراي، بيل جار. بيل جار يعني حاجه ازاز كده شبه الجرس، ونقفل على البلانت. يبقى معنى كده ان لو في حاجه شفناها جوه تبقى خارجه من البلانت بس، وبنسيبه فتره من الوقت. ايه الاوبزرفيشن بتاعتنا؟ ان في تايني دروبلتس اوف ليكويد كانت على البيل جار من جوه، تايني دروبلتس نقط، وابتدت اكيوميليت كده وتكبر في الحجم، والدروبلتس دي تبتدي تقع، خلاص تبقى دروبس وتبتدي تقع في البيل جار من تحت. طيب عايزين نثبت ان الدروبلتس اللي طلعت دي، اولا الدروبلتس دي خرجت منين؟ اكيد خرجت من الليف. وخرجت من الليف ليه؟ ببساطة عشان خاطر خرجت بشكل ووتر فيبر او خرجت بشكل جاز، وعملت كوندنسيشن على البيل جار من جوه. بقينا ان احنا نعرف ايه؟ نعرف هل الدروبلتس دي او الجاز اللي حصل له كوندنسيشن ده، هل ده اصلا ووتر ولا لا؟ طب بنتست ازاي؟ بنختبر ازاي ان الليكويد اللي معانا ده ووتر؟ عن طريق ان احنا بنحط حاجة اسمها انهيدروس وايت كوبر سلفيت. انهيدروس وايت كوبر سلفيت ده زي ما باين من اسمه بقى لونه ابيض، وبمجرد ما يتعرض للووتر بيتحول لونه ازرق. ودي دايما حاجه بنستخدمها عشان نتست ان الحاجه اللي معانا دي ووتر ولا لا. لو ووتر هيتحول من ابيض لازرق، ولو ما تحولش يبقى ساعتها ممكن يبقى الليكويد ده اي حاجه تانية غير الووتر، ويبقى كده احنا اثبتنا ان فعلا البلانت بيعمل ترانسبيريشن. الاكسبيرمنت الثانيه اللي الكتاب جايبها لنا بيتكلم عن ان احنا عايزين نثبت ان الووتر بيعمل اسند، بيطلع في الزايلم اوف ذا بلانت، بيأسند ان ذا زايلم اوف ذا بلانت. طيب هنعمل ده ازاي؟ ببساطه هنجيب فلاورنج بلانت، بلانت فيه فلاور، وبنشيله كيرفولي عشان خاطر ما نقطعش اي جزء فيه، وبنحطه في تيست تيوب مليانه ايوسين سوليوشن. ايه الايوسين سوليوشن ده؟ ده عاده بيبقى سوليوشن لونه احمر، وبنحطه وبنحشره كده وبنزنقه بكوتون وول بلاج at the opening of the tube. نحط شوية قطن كده ونزنق الفلاور البلانت كله بالفلاور اللي فيه، ونسيبه في التيوب فترة من الوقت in vertical position. ايه الاوبزرفيشن بتاعتنا؟ ان الليف بيتيولز، البيتيولز اوف ذا ليف يعني البتلات بتاعت الوردة او بتاعت ورقة الشجر، اللي هي ورقة الشجر نفسها، ابتدى لونها يتحول لبينك شوية. مش بس الورقة، كمان الفينز، ودي بتبقى باينة جدا، الفينز بتاعت الليفز والبيتلز، العروق اللي موجودة في ورقة الشجر ابتدت هي كمان تتحول لونها بينك، شبه بالظبط لون اليوسين سوليوشن اللي كان موجود في الروت، اللي كان موجود حوالين الروت. ده معناه ايه؟ معناها ان السوليوشن اللي كان موجود هنا طلع فعلا ووصل لحد الليفز، ووصل لحد البيتيولز والفينز اوف ذا ليفز. طيب نعمل ايه؟ نقطع ترانسفيرس سيكشن، فيري ثين ترانسفيرس سيكشن في البلانت ستيم، ونحطه تحت الميكروسكوب عشان نشوف الماده اللي لونها بينك او احمر دي مشيت في ايه بالظبط. ولقينا تحت الميكروسكوب فعلا ان الحاجه الوحيده اللي اتحولت لونها لون محمر او لون بينك شويه باي ذا ايوسين هو الزايلم تيشو بس، وبقيه التيشوز بتاعت الستيم فضلت زي ما هي. ايه الكونكلوجن بتاعنا؟ الكونكلوجن بتاعنا ان الايوسين اتحرك فعلا وابزوربت باي ذا روت، وصل لحد الستيم، وصل للليفز،
وان الووتر لما طلع من الروت لحد الليفز طلع ثرو الزيلم تيشو بس، ما طلعش ثرو اي حاجه تانية موجوده، متحرك من الروت للستيم للليفز ثرو ذا زيلم بس. الاكسبيرمنت الثالثه والاخيره ان احنا عايزين نثبت ان الترانسبيريشن اللي هو ذا لوس اوف ووتر ان ذا شيب اوف ووتر فيبر هو المسؤول عن ذا اسنت اوف ووتر. الترانسبيريشن في البلانت هو اللي بيشد الميه من تحت لفوق، ودي حاجه احنا كنا قلناها مع بعض في الترم الاولاني في الترانسبورت ان بلانت، بس عايزين نثبتها دلوقتي بشكل عملي شويه وباكسبيرمنت. فهنعمل ايه؟ هنجيب بيكر، البيكر ده هنملاه ميركري زي بقى اللي هو لونه سيلفر ده، وبعدين نجيب تيست تيوب طويله مفتوحه من الناحيتين نملاها ميه، ونحط التيست تيوب دي على الميركري فوق الميركري. اوكي، طبعا هما مش هيميكسوا مع بعض، هيفضل الميركري موجود والووتر موجود، ونمارك نعمل مارك على الليفل اوف ذا ميركري في التيوب. وبعدين نجيب ليفي تويج، ليفي تويج تويج يعني زرعه صغيره فيها ليفز، الليفز باينه، وبنحطها على التيوب من فوق، وبنقفل على التيوب بروبر تيوب تانية حاجه ما تعديش الميه. وكمان بيقول لنا احنا ممكن نحط طبقه من الفازلين، بنقفل التيوب بتاعتنا فيرملي وذ فازلين، والفازلين زيه زي البارافين واكس اللي حطيناه في اول اكسبيرمنت عشان خاطر تمنع خروج الميه غير عن طريق الليفز بس. وبنسيبهم فتره من الوقت ونبتدي نشوف ايه اللي بيحصل. هنلاقي ان العلامه اللي كنا حاطينها على الليفل اوف ذا ميركوري ابتدى الميركوري يعديها ويطلع لفوق، الميركوري ابتدى يطلع رايز ان ذا تيوب. طب ليه؟ ايه اللي يخلي الميركوري يتشد لفوق؟ ده معناه ان فيه ترانسبيريشن حصل من الليفز. الترانسبيريشن ده كان نتيجته ان مش بس loss of water through the leaves، لكن كمان سحب ووتر موجود في التست تيوب through the root، ولما سحب الووتر ده يحصل له ريبليسمنت، الووتر ده يحصل له ريبليسمنت باي ذا ميركوري، كان في حد بيشفط، كانها زي الشاليمو كده، كان شفطنا جزء شويه من اللي فوق، فيبتدي الليكويد اللي تحت هو كمان يطلع في الشاليمو بتاعتنا لفوق واللي هو الميركوري. هو بيقول لنا اهو the rise of the mercury is due to transpiration pull. The leafy twig lose water by evaporation اللي هو الترانسبيريشن، وبالتالي water from the tube must rise to replace the loss of water. As a result the mercury هي كمان rises in the tube، وده بيؤكد ان ال water loss by transpiration generate a pull بيولد شد، والشد ده هو اللي rise the water upwards من الروت للستام للليفز. ويبقى كده احنا قلنا الـ 3 experiments اللي الكتاب قايلهم عن الـ excretion في آخر شابتر 4.